بركاته السابعة صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى أولى نشراتنا الإخبارية ومعكم صهيب حركان. المستهل بالتعاون الدبلوماسي، حيث يشرف اليوم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم رفقة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، يشرفان على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي يعقد بفندق الأوراسي بالعاصمة الجزائر. ويتخلل هذا المنتدى الذي يدوم يومين معرض للمنتجات الجزائرية الموجهة للسوق الليبية، والتي هي محل اهتمام كبير لدى الشركاء الليبيين نظرا لجودتها وسعرها التنافسية. كما يعد اللقاء فرصة جيدة للتعرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على نظرائهم الليبيين والولوج إلى السوق الليبية. تربويا، وفي إطار سلسلة جلسات العملية الثنائية التي بشرتها وزارة التربية الوطنية مع مختلف النقابات المعتمدة، يلتقي اليوم وزير التربية الوطنية محمد وجعوط يلتقي نقابات قطاع التربية لمناقشة ودراسة آليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع. إلى المشهد السياسي، وفي ملف التشريعيات تدرك الحملة الانتخابية يومها العاشر وسط برنامج مكثف للتجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية بهدف استمالة الناخبين وتحسيسهم بضرورة المشاركة في الموعد الديمقراطي لضمان التمثيل القوي والنوعي في الغرفة السفلى للبرلمان. وهذا الآن عرض لضوابط الممارسة الانتخابية التي تضمنها القانون العضوي للانتخابات مع الزميل رامي عامر. الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية ينقضي فيما المنافسة ما بين المترشحين تشتد يوما بعد يوم. منافسة يزيد من أهميتها العدد القياسي لقوائم المترشحين البالغ 2288، ما يجعل التجربة التي تعيشها الجزائر والمواطن مختلفة عن سابقاتها قياسا بتعداد المترشحين على المستوى الوطني وتمثيل الجالية في الخارج. ضمان سباق حر يرتكز على الخطاب السياسي الواقعي للمشاركين في الحملة هو المبتغى الذي سنت له جملة من القواعد والأطر القانونية والأخلاقية. ففي القانون العضوي للانتخابات تنص المادة 75 بأن يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن خطاب الكراهية وكل شكل من أشكال التمييز، الأمر الذي يجعل من البرامج والتشخيص الواقع والحلول المعروضة على المواطن في سبيل التغيير وبناء برلمان قوي العنصر الأبرز. يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية، جاء في المادة 80 من ذات القانون العضوي، بينما خصصت في الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق القوائم والترشيحات وبطريقة متكافئة ما بين المترشحين. أما فيما يتعلق بالأماكن التي تدار فيها الحملة، فتشير المادة 84 بأنه يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. وفي المقابل وفرت الدولة القاعات المجهزة لعقد التجمعات بما يكفل احترام إجراءات الوقاية من فيروس كوفيد-19. وتجتمع في ميثاق أخلاقية الممارسة الانتخابية جملة من المبادئ المتفق والموقع عليها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من جهة، والمترشحون والمؤسسات الإعلامية من جهة أخرى. تلتزم فيها الأطراف الثلاثة بالاحترام المتبادل للأدوار والمسؤوليات والسهر على إنجاح المسار الانتخابي وشفافيته. كان هذا عرض لأبرز مبادئ لحملة انتخابية حرة ومحترمة لكل الأطراف. ونتوجه الآن إلى ولاية تيميمون الفتية، حيث التطلع إلى تمثيل برلماني قريب إلى انشغالات المواطن واحتياجات المنطقة. المتابعة لليلى محمد محدود.
تريد التغيير أبصم، هو شعار تشريعيات 12 جوان، وهو أيضا تطلعات ساكنة ولاية تيميمون لبناء جزائر الغد. تطلعاتنا هي احنا عندنا ثقة في دولتنا، وماذا بينا نحترم دولتنا، نروح بالانتخابات احنا ونمشوا بعيد. قضية هذيك النقص في شخص ولا في مسؤول كذا، يجي نهار وين يتغير بالانتخاب نغيروه. ماذا بينا ماذا بينا تتبدل شويات تتسقم. والشباب خصها ياخذ المشعل، والتغيير يجي من عند الشباب، والشباب خصو يكون عنده تطلعات يعبر عليها عن طريق الصندوق. للشباب والشباب ينتفي، نقول لهم ماذا بيكم دعموا بلادكم وخدموا على بلادكم وخدموا البلاد. أنا ولد الجزائر ولد الدولة ونفوطي. المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات من جهتها تعكف جاهدة على إنجاح الاستحقاق. رانا ساهرين ومواكبين العملية 24 على 24 ساعة من أجل الوقوف مسافة واحدة مع جميع المترشحين، خاصة للعلم أن منطقة ولاية تيميمون بها حوالي 27 قائمة، 14 قائمة حرة و13 قائمة حزبية. بالإضافة إلى أنه بشرنا العملية من البداية، أنه استلمنا منذ سحب الاستمارات إلى غاية إيداع الملفات. البروتوكول الصحي هو الآخر حاضر من خلال تسخير عدة وعتاد على مستوى مختلف البلديات. فقدنا بعض القاعات وين كانت هناك كان حضور للمواطنين، وحسسنا تاني المواطنين على استعمال كمامة، استعمال محلول الكحولي لتطهير الأيدي، والتباعد. حسسنا بعض الأطباء العدد بين 9 حتى 10 باش يشرفوا على البروتوكول في البلديات، خاطر البلدية تاع الأم تاعنا تاع ولاية في تيميمون تبعد، كل بلدية تبعد على 70 80 90 كيلومتر. وعليه فالموعد يوم 12 جوان في خطوة هامة نحو التغيير. من جهتهم سكان ولاية جيجل يتابعون مجريات الحملة الانتخابية باهتمام لانتقاء من يرونهم أهلا للظفر بثقتهم في البرلمان، تقول الزميلة وسيلة بوشارب. ارتفاع محسوس في درجات الحرارة دفع بالمواطنين بولاية جيجل نحو الشواطئ للتمتع بزرقة المياه. يانيس اختار ممارسة الرياضة، وكباقي الشباب يطمح في جزائر أفضل. نتمنى يكون المستقبل مليح، نشوفوا نتسنى توقيت مع الانتخابات، نشوفوا ذلك تطور الحالة في نيكوتي توليكوت دومان كاين كل الجهات. ستمثل جيجل في البرلمان القادم بستة نواب. نقول لهم يعني ما تكونوش كما اللي فاتوا، وإن شاء الله تكونوا متغيرين عليهم وتغيرونا تطورونا البلاد. نحن هنا بأحد أكبر الأسواق الشعبية بمدينة جيجل. نتمنى يكونوا في القمة، ويكونوا عند طموح المواطنين ويخدموا المواطن، ما يخدموش المصلحة تاعهم. ماذا بينا كما نقولوها اللي ينتخبوه يمثلنا أحسن تمثيل في البرلمان. 54 قائمة موزعة على 35 قائمة حرة و19 قائمة حزبية تتنافس في جو هادئ وراق في محاولة لاستمالة المواطن الجيجلي. في الانشغال الصحي، حوالي 30 طفلا استفادوا من عملية جراحية لعمليات تخص الذين يعانون من تشوهات خلقية، وهذا في إطار توأمة بين مستشفى ورقلة والمستشفى الجامعي لقسنطينة. روبورتاج نسيمة جوجيل. لا تزال حملات جراحة الأطفال متواصلة لصالح المرضى، ومستشفى محمد بوضياف بورقلا نظم أحدها في إطار توأمة جمع طاقمه الطبي بطاقم المستشفى الجامعي بقسنطينة. نشكر الأطباء اللي جاونا وبادروا معنا مجهودات كبيرة، والفضل يعود لربي وليهم، هما اللي داروا لي حياة البنت جديدة. إن شاء الله مزيد من سلسلة من النجاحات والعمليات المتكررة. هي الحملة التاسعة، والحمد لله هنا في ورقلة لي شخصيا، ولكن المرة هذه جاي في طابع جديد مع فريق جديد هنا في ورقلة
ثلاث جراحين أطفال جدد بالإضافة إلى اثنين قدم. عمليات استفاد منها عدد من الأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية مختلفة كللت بالنجاح، خصوصا وأنها تتصف بالدقة والحساسية والكفاءة العالية سبب نجاحها. والحمد لله هبطونا من الشمال هبطونا للجنوب، سهلوا علينا مهم التنقل، سهلوا حتى التكلفة المادية سهلوا علينا والحمد لله يا ربي في هذا السهم. الحمد لله يا ودي، بارك الله فيهم ونشكرهم. مبادرة استحسنها الكثيرون وتمنوا تكرارها ودوامها نظرا لما يعود بالنفع على المرضى، خصوصا وأنها تقلل عناء التنقل وأعباء كثيرة. أما عن تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد فقد سجلت 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات، فيما تمثل الإشفاء 192 مريضا خلال 24 ساعة الماضية، وهذا حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بمناسبة اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية، تعكف جمعية مبادرة جزائرية فلسطينية بالتعاون مع مجموعة القدس الكشفية تعكف على إزالة آثار العدوان الصهيوني على قطاع غزة. المشهد ينقله لنا الزميل أو مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. على أطلال المنازل المدمرة وأوتار السلامين الوطنيين رفع العلمين الفلسطيني والجزائري إذانا ببدء حملة جزائرية فلسطينية تحمل شعار هنجملها لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من دمار في المباني والمساكن والبنية التحتية والمرافق العامة. الجيش الإسرائيلي استهدف كل شيء في غزة، فلذلك كان الخسارة كبيرة والدمار كبير، فأبت الجزائر إلا أن تكون لها بصمة في إزالة هذا الردم وأن تعمر وتجمل غزة من جديد. غزة جميلة والجزائر أرادت أن تكون جميلة أكثر بعد هذا العدوان. الحملة جاءت بمناسبة اليوم الوطني للكشافة الجزائرية ومرور 80 عاما على استشهاد الشهيد محمد بوراس، وستستمر على مدار 3 أيام بمشاركة عدد من المتطوعين لإعادة الحياة إلى غزة رغم جراحها. حملة المبادرة الجزائرية الفلسطينية التي تحت عنوان حنجملها تقوم على 3 أيام، يشارك فيها أكثر من 200 شخص من الكشافة الفلسطينية والاتحادات لجان العمل التطوعي والبلديات والدفاع المدني. ستقوم هذه الحملة على قطاع غزة لمدة 3 أيام. الدعم الجزائري الفاعل على المستويين الدولي والشعبي كان له وقعه عند الشعب الفلسطيني خلال العدوان، مؤكدين على الاستمرار على خطى الجزائر والتحرر من نير الاحتلال الإسرائيلي. نقول للكشافة الإسلامية الجزائرية في هذا اليوم بورك يومكم الوطني، بوركت ذكرى استشهاد الشهيد محمد بوراس، ونحن إن شاء الله على دربه وعلى درب رفاقه سائرون حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين من البحر إلى النهر. فهذه المبادرة الشعبية لتجميل غزة تدل على مدى ارتباط الشعبين الفلسطيني والجزائري، ارتباط لم يكن وليد حرب أو ساعة بل كان منذ تاريخ. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، وأصيب العشرات خلال مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من محافظات الضفة الغربية. في غضون ذلك أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية توسيع عمليات الاستيطان من خلال إقرار إنشاء 600 وحدة استيطانية جديدة شرقي بيت لحم، وحملت الخارجية الفلسطينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليات الاستيطان وحذرت من نتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
في تطورات المرتبطة بالوضع في مالي وفي ظل الاستنكار الدولي الكبير للانقلاب الذي نفذه عسكريون الأسبوع الماضي، يعقد زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس يعقدون قمة استثنائية غدا الأحد في غانا للنظر في مسألة الرد على محاولة تغيير الحكومة بالقوة. هذا وأصدرت أمس المحكمة الدستورية في مالي قرارا أعلنت فيه تعيين الكولونيل عاصمي غويتا رئيسا للبلاد ورئيسا للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين. نبقى في الشأن الإفريقي، حيث دعا الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى دعم دولي عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية التي نتجت عن نزوح 400 ألف كونغولي تجاه بلاده جراء ثوران بركاني نيرا غونغو الذي وصلت حمامه الأسبوع الماضي إلى ضواحي مدينة غوما شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد كاغامي أن عددا كبيرا من سكان المنطقة عبروا الحدود نحو رواندا، موضحا أن السلطات الرواندية تعمل على الجانب الكونغولي لإدارة الأزمة. هذا ويحذر الخبراء من ثوران ثاني للبركان بشكل مفاجئ مثل ما حدث في المرة الأولى، داعين السكان إلى عدم العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي. وإلى الجزائر نعود. وتحسبا لموسم الاصطياف سطرت ولاية سكيكدا مخططا يقضي بتهيئة مداخل ومخارج الشواطئ وتنظيفها وتجهيز الفنادق مع السهر على تطبيق البروتوكول الصحي. روبورتاج عائشة ببريق. عن السياحة في ولاية سكيكدا نتحدث. هذه عينة فقط من الشواطئ الشرقية. هنا بالمرسى تعبيد وتهيئة للطرقات تحضيرا لموسم الاصطياف. مشروع جديد هذايا 2020، مسافة تاعه 2 كيلومتر. عندنا دوزيام ترونش تاعه 2021. نوصلوا به للمقر البلدية. وهذا كلها نوجد فيه قبل افتتاح الموسم الصيفي 2021 لو 1 جوان. والقطاع العام كما الخاص. حضرنا رواحنا او نيفو الحق ريكروتمون بيان سور، هذا قبل كل شيء. احنا ديما عندنا السيبور نتاعنا لي زيكول اوتيليير. البروتوكول الصحي رانا نطبقوا واش وصلت به وزاره الصحه، وان شاء الله فيها خير وان شاء الله نجوزوا الصيف دون دي بون كونديسيون. رانا في خدمه المواطن، رانا اون ايساي دو فير كو دو ميو بور لو توريزم الجزائريا. روسيكادا مدينه الفراوله، المدينه الساحليه تنتظر اذن زوارها. وبمظاهر السياحة بسكيكدا نختم هذه النشرة قدمناها لكم من تلفزيون الجزائر. نشكر لكم طيب المتابعة، أعود وألقاكم عند موجز التاسعة. لكم من أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.